يا مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. شغلت الحالة الصحية للفنانة المصرية إنغام اهتمام المتابعين خلال الساعات الماضية بعد إعلان تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية أدت لمضاعفات كبيرة واحتجازها بالمشفى للعلاج، لتصل حالة اضطر فيها تستأصل الرحم وتصاب بشلل بالأمعاء. وببيان من إدارة أعمال أنغام تأكد الخبر وقالوا أنه أنغام تحت الإشراف الطبي حتى تصير حالتها مستقرة، واعتذرت بالنيابة عنها عن الالتزام بمواعيد حفلاتها الجاية وغيابها يلي حيكون نوعا ما مطول، وتمنت الدعاء لأنغام بالشفاء القريب من قبل محبينها ومتابعينها. فيلم جروب الماميز قريبا بالسينما المصرية. تغييرات وتبديلات واجه فيلم جروب الماميز بعد اتهام صناع العمل بسرقة الفكرة من أحد الفنانين ليتم براءتهم من القضية. أما عن التصوير فانتهت الفنانة روبي من تصوير مشاهدها بالفيلم يلي هو الثاني من بعد مشاركتها الأخيرة بفيلم واحد ثاني، واشتغلت على تحضير الشخصية والعمل مدة سنة كاملة. ومن بعد ما اعتذرت غادة عادل عن المشاركة بجروب ماميز صورت الشخصية ريم مصطفى بدالها، وبعدها انضمت الفنانة دارين حداد بعد التغييرات يلي صارت على السيناريو. العمل بطولة روبي، يسرى اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب وإخراج عمرو صلاح، وبدور أحداثه بإطار اجتماعي لايت. شامبليون يضم دليدا خليل وأويسم خلالاتي لأول مرة. بعد ما لمع اسم أويسم خلالاتي بمسلسل الهيبة بأربع أجزاء، حنرجع نشوفه بمسلسل عربي مشترك مع الفنانة اللبنانية دليدا خليل يلي كمان شاركت بالمسلسل العربي السر مع النجم بسام كوسا. وهيك بنكون عم نرجع نشوف ثنائيات جديدة سورية لبنانية بالإضافة لمشاركة بعض النجوم المصرية والعراقية. مسلسل شامبليون بيتكون من 10 حلقات وبتدور أحداثه بإطار الأكشن والتشويق، وحيعرض على أهم المنصات العربية من تأليف أحمد عثمان إخراج إياد نحاس، وبيضم من لبنان خالد السيد، من مصر محمد عادل ومصطفى أبو سريع. الإخراج عم يختم سلسلة أغني بأنا بريء. من بعد نجاح متواصل ومشاهدات تخطت الملايين، تابع الفنان الشاب الأخرس سلسلة أغاني وصرح بآخر لقاء له عن استعداده لطرح غنيته الأخيرة بهي السلسلة يلي بتحمل عنوان أنا بريء، وقال أغنية كنت كاتبها وملحنها من فترة طويلة بس مو المفروض كانت تنزل بالأوقات هي، بس من جديد صار معي مناسبة زعلتني فعملت الغنية وكملتها وصورتها. والغنية فيها مناسبة، ويبدو أنه هاي المناسبة فعلا حزينة وأثرت فيه لأنه كان الموقع مليان بالشموع والألوان الكئيبة، ولكن بما أنه قال ختامها أنا بريء فمنتوقع نرجع نشوفه بسلسلة مختلفة عن يلي قدمه من قبل. لهون بتكون خلصت أخباري، بشوفكم إن شاء الله أنا بحلقة جديدة فيها آخر الأخبار والتطورات على الساحة الفنية وشو تصدرت السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.